السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوبيك بتاعنا النهاردة عن التسمم البوتيوريني، هيبقى إن شاء الله بريزنتد باي نوران محمد، ولا مجدي، ندى سمير، آية فتحي، شيماء إبراهيم، مونيكا مورو. أول حاجة محتاجين نعرف التسمم البوتيوريني. التسمم البوتيوريني ده بيتنقل عن طريق الأغذية، هو مرض بيبقى مميت بس هو نادر أحيانا، مش بيظهر يعني أو مش بيجي لكل الناس، بيجي لنسبة قليلة جدا من الناس. بتنجم عادة عن ابتلاع سموم عصبية زي السموم الوشيقية اللي هي بتبقى موجودة في الأغذية الملوثة، بس يعني هو مش بينتقل من شخص لآخر. طيب بتنتقل ازاي؟ بتنتقل عن طريق أغذية بيبقى موجود فيها الجراثيم. الجراثيم دي بتنمو وتتكاثر وزي مين؟ زي تسمم الفسيخ، ويمكن حدوثه نتيجة إصابة عدوى معوية زي لدى الرضع، وبسبب برضو ممكن يكون جرح، وعن طريق الاستنشاق. أعراض التسمم، هو بيسبب تسمم الأعصاب في الجهاز العصبي، وبسبب فشل في الجهاز التنفسي. والأعراض بتشمل في الأول التعب الواضح والدوار والدوخة وتغير الرؤية وجفاف الفم وعسر البلع والنطق. طيب وبيعمل أعراض كمان زي القيء والإسهال والإمساك. والأظهار دي بتظهر نتيجة السم أصلا اللي بيعمله الجرثومة في فترة تتراوح ما بين 12 و36 ساعة من بعد التعرض. ينتقل التسمم البوتيوريني في مختلف الأغذية، خصوصا بقى في الخضار المحفوظ زي الفاصوليا الخضراء والسبانخ وسمك التونة المعلب والسمك المملح المدخن ومنتجات اللحوم زي فخذ الخنزير المملح والسجق. التسمم البوتيوريني ده بقى أصلا بيصيب أساسا الرضع اللي بتقل أعماره مع 6 أشهر عن طريق الأغذية اللي هي بتنشأ وتتحول لجراثيم تغذو الأمعاء وتنشر السموم. كمان التسمم ده بيبقى ناجم عن الجروح، يعني عن طريق تزخم الأجسام الغريبة للجسم، جرح مفتوح، وبالتالي بقى بتبدأ تتكاثر في بيئة لا هوائية وتتشابه أعراضه مع أعراض التسمم، بس ظهوره بيستغرق من مدة تصل إلى 2 أسبوع. التشخيص ان انا اشخص عن طريق ان انا اروح كلينيك واشوف الاعراض دي ويتم تشخيصها. خلاص تمام، هي مثلا اتشخصت التسمم البوتيوريني، ساعتها بقى اروح اتاكد من التحاليل الموجوده في المعمل عن طريق اثبات وجود ان احنا نشوف فيه سموم في المصل او البراز او الاغذيه. اول ما اتشخص خلاص انه ده تسمم بوتيوريني، فتبدا ادي مضاد سموم في اقرب وقت بعد التشخيص عشان اقل عدد حالات الوفاه. وتتطلب دايما التسمم البوتيوريني العلاج الدائم، خصوصا التهوية الميكانيكية التي قد تلزم لمدة أسابيع بل لمدة شهور. ازاي اعمل وقاية من التسمم ده؟ ان انا احافظ على النظافة، وان انا افصل الأغذية النية عن الأغذية المطرية، وان انا لما اجي اطي اكل كويس وبصير كويس جدا، الحفاظ على الأغذية في درجات الحرارة المناسبة. بعد ما تعرفنا على التسمم البوتيوريني وتشخيصه ازاي وعلاجه ازاي والوقايه منه، عايزين نعرف بقى هل في فوائد لسم البوتيوليني؟ هو في فوائد لسم البوتيوليني، من لان هو بيستخدم في انتاج البوتوكس اللي هو اصلا منتج صيدلاني، ده بيعمل في المقام الاول لاغراض طبيه والاغراض تجميليه، وخصوصا ان هو انتشر الفتره اللي فاتت. ثانك يو.